طيب الزمالك بقى، تعالوا ندخل على الزمالك شويه. الونش خاضع لبعض التدريبات التاهيليه والبدنيه في الزمالك، ودخل الجيمنازيوم وحضر المران، وكان بيدعم زملائه قبل مباراه فيوتشر في الكونفدراليه. نضاي شارك في جزء صغير من يعني من التدريبات بالكوره بعد تعافيه من الاصابه، ولكن نضاي بعيد عن ماتش فيوتشر. زيزو خاض تدريبات تاهيليه بالجري بالكوره حوالين الملعب، بجانب طبعا بعض التدريبات الاخرى التاهيليه في الجيمنازيوم. دونجا خاض تدريبات تاهيليه لعلاج الارهاق، ودونجا عنده زي ارهاق عضلي بيعاني منه، وتمت اصابته في بارهاق عضلي في مباراه زد الوديه، ولكن دونجا جاهز لمباراه فيوتشر القادمه. الكاف بيستجيب لطلب الزمالك بان مباراه فيوتشر، مباراه العوده بتاعه الزمالك اللي هتكون على استاد القاهره، الماتش ده كان الساعه 9 زي مباراه الذهاب، انما الزمالك بعت للكاف قال عاوز الماتش الساعه 10، ودي حاجه كويسه، والكاف استجاب لطلب الزمالك ان الماتش هيكون ماتش العوده الساعه 10، ماتش الذهاب الساعه 9. يعني ماتش الذهاب اللي على استاد السلام هيكون الساعه 9، ماتش العوده الساعه 10 اللي على استاد القاهره اللي هو ملعب نادي الزمالك. الزمالك ربنا اعطاه هديه من السماء، صفقه رهيبه، انا شايفها صفقه رهيبه للزمالك، يمكن ناس تتفق تختلف معايا، ولكن هي صفقه رهيبه للزمالك. صفقه يعني مش عايز اقول لك، تعالوا نشوف ايه هي الصفقه دي. الزمالك جاب لعيب جديد اوغندي اسمه ترافيس موتيابا. ناس كتيره مش واخده بالها ان اللعيب ده كواليتي نضيف. ترافيس موتيابا لعيب نضيف، عارف انت كواليتي نضيف. موتيابا شارك اساسي للمباراه الثانيه على التوالي مع منتخب اوغندا. الماتش الثاني كانوا بيلعبوا غانا، وكان سبب في احراز هدف اوغندا، عمل تمريره، تسبب في التمريره اللي جه منها ضربه الجزاء للمنتخب الاوغندي عشان يسجلوا منها الهدف الاول. موتيابا شارك اساسي مع منتخب اوغندا بقياده المدرب بول بوت اللي هو المدير الفني اللي معجب جدا بالولد، وبيشركه اساسي مع المنتخب الاوغندي للمباراه الثانيه على التوالي. موتيابا شارك في مركز صانع اللعب في المباراتين. اتمنى، مفيش حاجه اسمها لعيب صغير، مفيش حاجه اسمها لعيب صغير. محمد صبري كان لسه اول مره ينزل الشوط الثاني قدام الاهلي، جاب جون في احمد شوبير في ماتش قمه، فما فيش حاجه اسمها لعيب صغير. اتمنى هذا ترافيس موتيابا محدش يموته فنيا، والولد ده يلعب، لان الولد ده صفقه رهيبه للزمالك. الولد ده كوكتيل ايمن حفني على مصطفى فتحي، ولد لعيب ولسه صغير في السن وبيلعب صانع العاب، بيلعب وينج يمين، وانا مش هعترف واقول دلوقتي عشان هتشتم وهتهاجم، ولكن موتيابا لو لعب في مكان احد لاعبي الزمالك الاساسيين هذا اللاعب مش هيلعب تاني في المكان ده. يعني في لعيب دلوقتي اساسي بيلعب في الزمالك، لو موتيابا لعب مكانه هذا اللاعب مش هيقدر ينافس موتيابا. يا عم ده لعيب بيجري وبدني، انا مش بلعب العاب قوه، انا نادي فنيا وبلعب كرة على الارض، انا مش بلعب العاب قوة اقعد اجري اللي العدائين دول، لا انا عاوز العب كورة. فموتيابا لو لعب هيقعد لعيب كبير في الزمالك، افتكروا الكلمة دي، لو لعب مكانه يعني في احد الاطراف هيقعده مش هيلعب، وانا عارف انا بقول لكم ايه. فصفقة رهيبة، اتمنى الزمالك يستغل هذا اللاعب.